من غير كلام ولا سلام نخليكم عارض الحجاب، دبروا روسكم انتم ويا. أغنية هذه تسجل عام 1960 في بداية التلفزة، وتحكي على المطرب كيفاش يتصرف فيه المخرج، يقول له أكف هوني، أعمل هكا، أعمل هكا، هيجا هوني، طب سيلونس أون ديمار. تفرج فيني بوار يا قاعد قدام مرايا دوغون لو ميروار، نحكي لك وتشوف حكاية، نحكي لك وتشوف حكاية في التلفزيون عالسار. أول ما تشوف لا سبيكرين طفلة شهلولة مزيانة، تبسيمة وغمزة بالعين تعمل تقديمة بالخانة. سيدتي وسادتي، نستهل برامجنا كما العادة، ولا الله يقتلنا عادة، نستهلها ببرامج الأطفال ثم مسلسل متعودة، بعد ذلك سلسلة يا رايح لبين، يلي ذلك مسلسل انت عايز ايه. اما البرامج التونسية فهي تشتمل على متحف الاغاني ومشموم الفل شي مخبي. اما الانقطاعات فهذيك كيما العادة، والله لا يغفلنا عادة، ما لتو جاء المخرج ستوب سيلونس اون ديمار. ايجا تفرج في الوار تقاعد قدام مرايا دبان لميروار، هي نحكي لك وتشوف حكاية، نحكي لك وتشوف حكاية في التلفزيون السار. هو المخرج ينادي لي قال لي مير راسك غني لي، هرجع لي كيف سيد علي، قلت له يا ولدي شعري مش بوكلي، قال لي توب سيلونس اون ديمار. شد السيف هيا قابلني، شد الكاميرا وصورني، شد الكاميرا وصورني، خلي بالك لا تراجعني، شد الكاميرا وصورني، شد الكاميرا وصورني، شد الكاميرا وصورني، وخلي بالك لا تراجعني، شد مليح شد صحيح، شد مليح شد صحيح، وإذا التصويرة تعجبني ناديلك باكو نوار. إيجا تفرج في نيفوار تقاعد قدام مرايا تبعون لميروار، نحكيلك وتشوف حكاية، نحكيلك وتشوف حكاية في التلفزيون عالسار. غني له عالتليفون كيما نعمة أرب وردة اللي بيها وخيك مفهوم، توا يحب نولي زبالته، نغني له عالتليفون كيما نعمة أرب وردة اللي بيها وخيك مفهوم. يا بنت البريد حتى الباب جديد من باب سويقة، حتى الباب جديد ويصور فيها، حتى الباب جديد ويجري وراها، حتى الباب أغفى ميكا ستوب سيلونس اون ديمار. إيجا تفرج في نيفوار يا قاعد قدام مرايا تبعون لميروار، نحكي لك وتشوف حكاية، نحكي لك وتشوف حكاية في التلفزيون السار.
شوفني تقول لي مهبول لكن هما هبلوني ما سمعهم عليا تقول ردت على راسي قلبوني تشوفني تقول لي مهبول لكن هما هبلوني سمعهم عليا تقول ردت على راسي قلبوني زين هذا الوش زين هذا الوش زين هذا الوش هاللعب هذا الوش هاللعب هذا الوش هاللعب هذا الوش لسي مواهو بيان جمفا جتني الدوخة وراسي دار إيجا تفرج بنفوار تقاعد قدام مرايا دبال ميروار نحكي لك وتشوف حكاية نحكي لك وتشوف حكاية في التلفزيون أصدار لا بجزيد واحد اخرى بجزيد واحد اخرى في البيت وحايد قلوبان سخونة وليدي عشرة كيسان بدور سخون متقاش قاش في البيت وحايد قلوبان سخونة وليدي عشرة كيسان بدور سخون متقاش قاش تك 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 دور قليبات تك 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 دور قليبات تك 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 دور قليبات دنيا بكسور وتعبات قليبات وحايد قلوبان سخونة وليدي عشرة كيسان يا خويا والله غريبة في كل بقعة شور ويبة يا خويا والله غريبة في كل بقعة شور ويبة هذا كل من الشبيب كل مرة تطلع تلعب تك 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 دور قليبة تك تك دور قليبة تك 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 دور قليبة تك 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 دور قليبة دنيا بكشور تعبة لبيت وحايد فرشوها قشور قليبات تك تك دور قليبات تك تك دور قليبات قليبات وحايدو في القسم ولا تفضيحة درس النحو بالترتيحة في القسم ولا تفضيحة درس النحو بالترتيحة سلموا علم عامل